قبل ما نبدا مع حضراتكم اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر، خلونا نطمن على حاله الطقس النهارده. الجو برد جدا، وبحسب توقعات خبراء هيئه الارصاد الجويه فانه هيكون الجو برد مائل البروده على القاهره الكبرى والوجه البحري، وهيكون بارد على السواحل الشماليه ومعتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء. بالنسبة للظواهر الجوية النهاردة هيكون في أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وكمان هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. خلينا نطمن أكثر على حالة الطقس من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يا اهلا بيك يا فندم. بتهيالي دي اول مره تحصل في مصر ان احنا خلاص يبتدي الجو يدفي، ويمكن كانت الشمس يعني كنا بنبقى لفتره من فترات النهار حرانين من الشمس، وفجاه الجو يقلب بهذا الشكل من الصقيع. هو احنا خلاص بدانا اصلا في فصل الربيع اللي معروف دايما بالاعتدال في درجات الحراره، لكن احنا على مدار هذا الاسبوع بالفعل كنا بنشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، لكن الحمد لله النهارده هيكون اخر يوم في انخفاض درجات الحراره. يمكن كمان اليوم في تحسن نسبي مقارنه بالامس طبعا، يعني في ارتفاع طفيف جدا في درجات الحراره، في طبعا زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، لكن ما زالت درجات الحرارة منخفضة أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 7 ل 8 درجات بالفعل. الطقس خلال فترة النهار هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد، دافي على جنوب البلاد، لكن مع دخول فترات الليل طبعا وغياب أشعة الشمس الطقس هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، بالإضافة أن كميات الأمطار اليوم هتبقى أقل من اللي احنا شاهدناها بالأمس، وهتنحصر فقط على سواحلنا الشمالية، كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وهتكون أمطار خفيفة متوسطة على فترات متقطعة من اليوم يعني، بس مجملها إن شاء الله مش هيأثر على أعمال الأنشطة اليومية. وكمان اليوم هيكون في اعتدال في سرعات الرياح على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري، هيبقى نشاط الرياح فقط على محافظات جنوب البلاد زي شمال وجنوب الصعيد. الحالة الجوية الحمد لله تنتهي، أو انخفاضات درجات الحرارة تنتهي اليوم، لأن اعتبارا من غدا إن شاء الله السبت هيكون في بداية ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. ارتفاع الكورية. طفيف يا فندم ولا ارتفاع يعني هنشوف شمس الصبح؟ لا هو هيبقى ارتفاع تدريجي، فاحنا طبعا هنشوف الشمس الصبح ان شاء الله، لان فرص الامطار هتتلاشى تماما وهتنتهي من غدا ان شاء الله، مش هيكون في فرص امطار، فهيبقى زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، عوده ثاني الشبوره المائيه في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هيكون تحسن تام واستقرار في الاحوال الجويه. كمان ارتفاع درجات الحراره ده هيكون تدريجي، يعني احنا متوقع غدا العظمى على القاهره الكبرى تكون 21 درجه مئويه، مع نهايات الاسبوع المقبل هتوصل ل 28 و29 درجه مئويه، فهيكون في ارتفاع ملحوظ مع نهايات الاسبوع المقبل ان شاء الله. وعلى مدار الاسبوع القادم الطقس هيكون دافي خلال فتره النهار ومائل للحراره واجواء ربيعيه ان شاء الله. طيب بما ان حضرتك بقى وصلت لاخر الاسبوع، كان في كلام كده منتشر على السوشيال ميديا بان درجه الحراره في اول يوم رمضان هتوصل 40، الكلام ده شائعات ولا ده حقيقي عشان نطمن؟ هو احنا خلينا نقول ان الربيع معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه دايما، يعني احنا حاسين بيها حتى دلوقتي، فاحنا نعمل تنبؤ بعيد المدى لرمضان، اي رقم هنقوله دلوقتي اكيد هيتغير مع بدايه رمضان. عظيم. لكن المعروف ان هيكون في ارتفاعات في درجات الحراره على مدار الاسبوع المقبل وبدايه الاسبوع القادم اللي بعد الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. تمام. لكن درجه معينه مش هنقدر نقولها، لان الربيع ممكن يتغير في اي وقت التوزيعات الضغطيه، وبالتالي يتغير حاله الجو في التنبؤات البعيده. يعني ننصح الناس النهارده اللي هتتفرج على ماتش مصر والسنغال اللي رايحين الاستاد، او الناس اللي هتتفرج في اماكن مفتوحه، ان هم يلبسوا تقيل. هي بس النهارده هيستمتعوا بالماتش تماما جدا، لكن يبقى معانا دايما ملابس شتويه لابسين تقيل، ومن غدا ان شاء الله مش عاوزين ننخدع بالطقس خلال فتره النهار، لان الاجواء هتبقى دافيه خلال فتره النهار، دايما يبقى معانا جاكيت خلال ساعات الليل، لان الطقس خلال ساعات الليل هيظل شديد البروده، ونستمتع بالماتش وان شاء الله مصر تكسب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ونسيب كمان لبس الشتوي بره دلوقتي. يعني طبعا نستنى اسبوع مش اسبوعين لسه مش هن يعني احنا حتى مع ارتفاع درجات الحراره اللي في الاسبوع المقبل دايما يبقى معانا جاكيت تقيل لساعات الليل، لان ساعات الليل الطقس هيظل فيها بارد او شديد البروده، وتغيير نوعيه الملابس قوي في الفتره دي ممكن يصيبنا بنزلات البرد. لسه احنا مستمرين في ارتداء ملابس شتويه يعني على مدار شهر 4 ان شاء الله.
كل شكر لحضرتك يا فندم دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا الجو برد من بكره، درجات الحراره هتبتدي ترتفع، لكن برضو خلال الاسبوع الجاي ده الجو هيكون الى حد ما برد بالنسبه للناس النهارده اللي هتخرج عشان تتفرج على المباراه سواء في اماكن مفتوحه او في الاستاد. نعمل حسابنا الجو بالليل هيكون برد، وان شاء الله باذن الله نفوز في هذه المباراه.